تابع معاكم كمان كل اخبار نادي الزمالك وكمان منتخب تونس. معانا الاستاذ عبد الكريم العبدي الصحفي التونسي. اهلا بحضرتك يا فندم في قناه نادي الزمالك. اهلا وسهلا، مرحبا، تحيه ليك وتحيه للمشاهدين الكرام. اول حاجه نتمنى لكم التوفيق في معسكر اليابان والدوره الوديه، بس حابب اعرف تفاصيل استبعاد المسلوسي من المعسكر. والله نشوف، يعني بالنسبه للحمزه المسلوسي، تعرف المنتخب الوطني التونسي عنده عديد العناصر المتواجده عند في دائره المنتخب، وحمزه المسلوسي عنصر هام وعنصر بارز في المجموعه، لكن حضوره او غيابه بالطبع لن يؤثر على المردود بتاع المنتخب، لانه معروف المنتخب ما تقريبا ما يعملش على عناصر معينه، بل يعمل على مجموعه ويعمل على التضامن بتاعه ويعمل على اللعب الجماعي، يعمل على القاعده الموسعه تقريبا. يعني مهما كان اللاعب او المدافع او النجم الموجود في المنتخب، مش ممكن المنتخب يتاثر به يعني ايجابيا او سلبيا، يعني حضور او غياب. ده كلام محترم جدا. وكمان عايز اسال حضرتك عن تالق سيف الدين الجزيري مع منتخب تونس. تالق في اللقاء الاول وسجل الهدف الثاني وظهر بشكل جيد جدا. يعني انا ارى سيف الدين الجزيري، ولا اتحدث عن هذا اللاعب بدون عطف، لاني نعرف اللاعب هذا جيدا، هو لاعب ابن النادي الافريقي ولاعب في المنتخبات الوطنيه تقريبا من الصغر، ومر بكل الاصناف وبكل يعني المنتخبات اقل من 17 واقل من 19 واقل من 20، يعني مر بجميع المنتخبات. ربما ظروف الزمالك في بعض الاحيان لا تساعده تغيير الاجهزه الفنيه. لا، ودخل الزمالك في ضغط جماهيري دايما، الجماهير في الزمالك دايما عايزه الفيرود يسجل، عايزه اهداف، عايزه فوز، فالضغط الجماهيري بيكون في الاول مش احسن حاجه لحد ما اللاعب يتعود عليه. إضافة إلى كونه يلعب في مكان نجم كبير في مصطفى محمد، معها يعني صعب يتجد لاعب يعوضه، لأنه الحقيقة قلب هجوم يعني كلاسيكي. صحيح. وقلب هجوم عصري، وأي لاعب باش يلعب بالمكان بتاعه سواء يحمل الرقم بتاعه رقم 9 أو يلعب حتى في مكانه تكون عليه ضغوطات كبيرة. صحيح. سيف الدين الجزيري هو الحقيقة نجم ولاعب هداف ولاعب سريع ولاعب منضبط وجدي، يلعب لنفسه ويلعب للآخرين، يصلح للزمالك. ثم أن الزمالك مش ممكن باش يعول على قلب هجوم أو مهاجم واحد. سيف الجزيري أعتقد أن استمراره في الزمالك سيكون مفيد جدا للطرفين، للنادي وخاصة للاعب، لأنه يلعب للفريق بحجم وشعبية الزمالك. سيف لعيب محترم جدا وبيقاتل في الملعب، وهو كان عنده بعض المشاكل نفسية مع التعامل مع الضغط زي ما اتكلمنا، ولكن اللاعب بدأ مستواه يزيد مع الزمالك، ومع الوقت اللعيب بيظهر بشكل جيد. وعلى فكره انا بقول زي حضرتك، سيف الفتره الجايه هيكون موجود في الزمالك ويظهر بشكل كبير جدا. عايز اسال حضرتك كمان عن ردود افعال الشارع التونسي بعد الفوز الاول في التصفيات بنتيجه كبيره والماتش الثاني تعادل امام بتسوانا. رد الفعل كان ايه من فوز لتعادل؟ والله الحقيقه يعني المنتخب التونسي ما تحقق حتى الان منتظر في المباراه في تونس، اللقاء في تونس امام الجماهير التونسيه وان كانت باعداد قليله. الانتصار دائما وابدا يكون ضروري ومطلوب ولا بد منه، والنقاد والجماهير او المسؤولين، كبار المسؤولين والصغار كلهم يعني ينتظروا الفوز، واي شيء غير فوز في تونس صحيح يعتبر حقيقه معناها نكسه. صحيح. لكن بالنسبه للتعادل خارج معناها تونس وبعيد عن الملاعب والارض التونسيه، في ملعب افريقي عادي التعادل، يعني 4 نقاط الان وتعادل يعني خرج معناها تونس، يعتبر الحقيقه النتيجه مقبوله، خاصه ان المنتخب التونسي على الورق مرشح بارز للمرور. منتخب تونس اسم كبير ومن الاسماء اللي كلنا عارفين انها هتكون موجوده في البطولة. في النهاية نتمنى كل التوفيق لكل المنتخبات العربية، نتمنى التوفيق لمنتخب تونس في الدورة الودية اللي هتكون موجودة في اليابان، يقدر يستفيد منها على القدر الكافي وتأهله للفترة اللي جاية.